اه والدتي جزائرية وبابايا مصري وعايشة في مصر، بس انا بشجع الجزائر. طب ليه بتشجعي الجزائر مع ان المفروض تكونوا منتمية لوالدك يعني؟ علشان انا بحب فريق الكرة الجزائري وانا بحب الجزائر، وده اعتقد ان انا من حقي مادام في فرقتين اشجع الجزائر او مصر براحتي، زي ما حضرتك بتشجع الاهلي والزمالك، فانت بتختار الاهلي او بتختار الزمالك براحتك. تتوقع النتيجة تبقى كام يعني؟ يعني لو كانت 4 هيبقى 4-2، ده لو فوز لمصر. حتى لو النتيجة كانت أكتر من كده فالجزائر هتتأهل لكأس العالم.